نروح كده لملف مهم جدا، واعتقد مفيش حد لما سمع هذا الخبر او حتى هيسمع هذا الخبر دلوقتي الا لما هيقول ياه الحمد لله. عوده السياحه الروسيه للمنتجعات المصريه كانت اول رحله امبارح نزلت شرم الشيخ، واعتقد اكيد ده نتاج وعمل يعني طويل وشغل كان بيتم على الارض محترف، انعكاس لصوره مصر اللي اتصدرت كمان كل المجالات، واحنا بنتكلم هنا تحديدا عن الرياضه ودورها في كل بلد. اكيد السياحه الرياضيه كريم، الترويج اللي حصل كمان لمصر هنتكلم تحديدا من خلال استضافه هنا عده بطولات، هنتكلم من 2021 واولها مونديال اليد، وقد ايه كان في حقيقي شعور يعني البعثات بالامن، شعور بالامان زي ما بيتقال، لجانب الدقه اكيد في الاجراءات الطبيه والصحيه اللي كلنا شفناها يعني في مواجهة جائحة كورونا. ده كان جزء. طيب كان جزء من ايه؟ كان جزء من تكوين القرار هنا بعودة بقى الرحلات من جديد. وخليني اقول لحضراتكم برضو يعني لما نيجي نتكلم هنا ان مصر تكون واجهة العالم في تنظيم بطولات قارية وبطولات دولية، الحمد لله اكيد ان ده بيتم باعلى امكانيات وكفاءة كمان وبدون اصابة. يعني ما فيش يا كريم بطولة دلوقتي بنتكلم عليها يعني كوبا امريكا ولا حتى اولمبياد طوكيو، لا كلها كان فيها اصابات. صحيح. الحمد لله صحيح. احنا لما نظمنا ما كانش عندنا اي اصابة لاي فرد، فده اعتقد انجاز عالمي. فانت بتتكلم في دولة عظمى، اه اكيد انت دولة عظمى، بتتكلم في دلوقتي انت ماشي في خطوات غير مسبوقة، أكيد أنت ماشي في خطوات غير مسبوقة، فأكيد أكيد ده شيء يسعدنا جميعا. فبالتوفيق إن شاء الله لبلدنا وملف في غاية الأهمية، ويمكن إحنا في البرنامج اتكلمنا عنه كتير جدا يا كريم. السياحة وعودتها وانتعاشتها من جديد دي حاجة تهم كل المصريين، إحنا طبعا كلنا عارفين إن السياحة من ضمن أهم الموارد الدخل القومي، وانتوا عارفين ان احنا دولة سياحية من طراز فريد، ولكن للأسف طوال السنوات اللي فاتت كان فيه مشاكل كتير، تحديدا حتى لو هنتكلم على الطيران الروسي والسياحة الروسية وغيابها عن منتجعات شرم الشيخ والغردقة والجونة إلى آخره. الناس اللي بتشتغل في السياحة كانوا متضررين جدا قبل حتى موضوع الكورونا، كانوا كل الناس كانت متضررة من عدم وجود السياح الروس بصفة خاصة، واللي يعتبر هم يعني فئة السائحين رقم واحد دايما في المنطقة دي تحديدا من سيناء لشرم الشيخ والغردقة. الرياضة زي ما انت بتقولي يا هواندي طبعا طبعا اكيد ليها مفعول السحر. لو هنفتكر مع بعض طول الفترة اللي فاتت كم البطولات اللي اتنظمت في مصر واللي شارك فيها ابطال وبطلات من جميع انحاء العالم، كل واحد فيهم على حده لما اتصور صور تذكاريه والصور دي شيروها بعد كده اول ما رجعوا على بلادهم، دي يعني كانت نقطه في منتهى الاهميه، صور ليهم اثناء تواجدهم في مصر واثناء تواجدهم وزيارتهم لمختلف معالم مصر السياحيه. ده ترويج سياحي مجاني وعلى اعلى مستوى، لان كل اسم من اسماء نجوم الرياضه العالميه ليه مريدين وليه عشاق وليه متابعين، فطبعا الموضوع ده كان في منتهى الاهميه. على فكره برضو مهم نقول لحضراتكم ان المنتجعات في مصر زي شرم الشيخ والغردقه كل العاملين فيها حصلوا بالفعل على اللقاح ضد فيروس كورونا، وكمان تم رفع الكفاءه الامنيه والصحيه وعلى اعلى المستويات. الحقيقه الواحد شايف ان مصر ابتدت تحصل فيها متغيرات كتير، والحمد لله يعني كلها للافضل، يعني التفكير الايجابي بقى موجود بشكل ملحوظ في مجتمعنا، وكمان بقى عندنا كفاءه عاليه جدا في كيفيه اداره الازمات. الرياضه فعلا من القوى الناعمه واللي من خلالها نقدر نوجه رسائل مباشره لكل دول العالم، زي ما حصل نهواند كانت لسه بتذكر مجموعه بطولات اتنظمت في مصر، ولا سيما مثلا مونديال يعني كاس العالم لكره اليد، دي كان ليها انعكاس ايجابي فظيع، دي كان ليها انعكاس صحفي في صحافه العالم الرياضيه كبير جدا، فاحنا عايزين المزيد والمزيد من هذه النوعيات من البطولات ان شاء الله.